عمي ابو رياض عيونه تسلم عيونك. هيدي تاني علبة بوشار بناكلها. طيب في أربع أفلام شغالين، نحن أي فيلم جاي أخذنا؟ بوطة الحشاشين. أي بوطة الحشاشين؟ هيدا اللي أنا كتبته. هيدا؟ هيدا الفيلم أنا كاتبه عباس. أساسينز. أساسينز؟ إيه أساسينز. الحشاشين اسمه. بعدين أنت كاتبه، أنت بتكتب أفلام سينما؟ شو ايش بك عم تقشر علي كني واحد نكره؟ لا منك نكره، بس انت شو خصك بكتابه الافلام؟ انا بكتب افلام. انت بتكتب افلام؟ وهلا عم بكتب لك فيلم لك عباس. لالي انا؟ ايه عباس. عم تحكي جد؟ ايه. احكي لي عنه. اذا انت ابني وما عملتك نجم هوليودي مع لمين بكتب؟ يعني انا بطل فيلم. انت البطل تاع الفيلم. كيف بيبلش الفيلم؟ يبدا المشهد. ايه. خارجي ليلي نهاري. خارجي ليلي. الطاس بتكون الشمس طالعة والناس ايش عا؟ لك لحظة، الشمس طالعة فهمنا، بس شو الناس ايش عا؟ هذا مثل. يقف عباس على الشرفة تاعت البلكون تاعه. أنا؟ ايه ايه في الطابق السابع. ايه بكون بيتك بالسابع. ايه عال. ايه وقت الدنيا عم تتلج وعباس في الميو. لك كيف الدنيا عم تتلج وعباس في الميو؟ ما أنا عم بكتب لك قصة، بعرف شو عم بعرف شو عم ساوي. طيب تفضل. صرت نجم دغري هيك؟ صرت عبتك تصير نجم؟ لا خلص خلص، خطوة خطوة. تفضل واقف بالميو. ينظر عباس إلى الأفق. إلى الأفق؟ إلى الأفق. طيب طلعنا على الأفق. وإذ بنط عباس بيفتح فتحة سطر. طول لي لكنه عبنط عن صخرة الروشة. لحظة، شو بده يفتحني صخرة سطر؟ وبتيجي عباس قالب عامل رولي بولي، قالب على الرصيف مدججا بالدماء. لحظة عمي ابو رياض، هيدي انا ما بنطها، بتجيب لي دوبلير. دوبلير؟ ايه بدك تجيب لي دوبلير. بدك دوبلير عباس؟ ليه بدك دوبلير؟ شو ايش بك اذا شو بصير لك اذا نطيت؟ ما الابطال بيجيبوا لهم دوبلير لحتى لي هن هوليك ينطوا، مش هو بينط. بدك تطول بالك عباس. ايوه جاكي شان الافلام عملت له اياه ما جبت له دوبلير. انت عامل افلام لجاكي شان؟ ليش يا عباس؟ لجاكي شان عامل ايام. مين عطى الحزام الاسود؟ انت عطيته لجاكي شان الحزام الاسود؟ حتجنننا. بليله عرسه كان البنطلون عم بقشط عليه وعم ببينوا اغراضه. بليله عرسه اجى لعندي قال لي دخيلك لابس طقم اسود وبدل الزنار الاسود. عطيته نبشت له بالطقم تاعي، لقيت له الطقم زنار بني، قلت له مشي حالك زنار بني برجع بعطيك الاسود. ايه طيب فوتني هلا بقى على الافلام تبعيتك بقى. الافلام تاعيتي؟ ايه هلا انا بموت بالفيلم؟ بتموت عباس؟ لو كيف بموت واني بطل الفيلم؟ ما اني برجع بعيشك. إذا بعد بتعلق وتناقش طيب بقول لك كل الفيلم. لا خلص ما بتصدق كل الفيلم، كفي لي. شو أنت شو خصك بالأفلام؟ فيلم ذهب مع الريح. إيه أنا كاتبه. أنت كاتب ذهب أنت كاتب ذهب مع الريح؟ أنا كاتب ذهب، بس اختلفت أنا وياهم من المونجين لهونيك بهوليود. عشو اختلفته؟ لأنه كان بدهم أني بدهم أني يجيبوا لممثل كلارك جيبل. إيه أنا بدي رشدي عباظة وزبيدة ثروت يمثلوا الفيلم. محل كلارك جايبه؟ ايه بعدين ما كان اسمه ذهب مع الريح، كنت كاتب لهم اياه انا فاصوليا مع الريح. كيف تفاصوليا مع الريح بقى؟ ما هي بس تاكل فاصوليا بصير عندك ريح. طيب الله شو هالحكي هيدا؟ انه طيب سموا ذهب مع الريح؟ لا اما اختلفنا رجعنا سميت لهم اياه فضه مع الريح. قال لا بدهم ذهب. قلت لهم اذا معلقين هيدا الذهب انا ما بعمله. اما اعطوه عملوا كلارك جايبل وكل شيء. حلو. طيب المهم انا كتبت افلام مصريه بس. شو؟ فيلم خمسة باب. خمسة باب؟ خمسة باب. خمسة باب طبعا نادية الجندي؟ نادية الجندي بتعرفها؟ أنا اللي بعرفها. اختلفت أنا وياها. إيه؟ هي كانت رتبتها أعلى من هيك. شو كانت هي ليش؟ كانت أول شيء نادية النقيب. نادية النقيب و... إيه؟ تلسنت أنا وياها. إيه؟ مديت إيدي عليها لطشت لها النجوم جردتها من شو اسمه التاني وعملتها جندي. نزلتها لرتبة نادية الجندي. كرمال مين؟ عشو اختلفت أنت وياها؟ كرمال بنت عمك. بنت عمي مين؟ إلهام شاهين. لك 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 هلا جاب لي إلهام شاهين. ايه عاد مين واقف كمان معها هلا إلهام شاهين؟ مين؟ عمك. مين عمك؟ يوسف شاهين. الله أكبر على هالقصة. مين عاد فات بالصلحة بينات؟ مين؟ كمان عمك التاني. مين؟ يحيى شاهين. اه كل بيت شاهين كانوا انت كلياتهم اختلفوا معي. بتعرفوا؟ كلمة الفيلم تاع الخمسة باب كنت مسميه أربعة باب. أربعة باب كنت مسميه؟ ايه. كان بعده فؤاد المهندس بعد ما أخذت شهادته. كان بعده فؤاد عادي. ايه شهادة شو؟ فؤاد متدرج. ايش؟ في شهادة بالهندسة. لك هو منه
لك هو من بيت المهندس. وكان يقول لي بدي امثل بافلامك، بعرفك تكتب افلام. قلت له ولا همك، بس تتخرج فرجيني الشهاده تاعيتك. بس صار مهندس فوتته بفيلم خمسه باب. ايه بس لانه صار مهندس شاطر كان هو الشيء اول شيء اربعه باب. قلت له اعمل الباب الخامس، عمل الباب الخامس صورناه خمسه باب. وباب شو نوعه؟ خشب؟ باب لا، كان الباب الومنيوم. اوكي، يعني اربع باب وباب الومنيوم خمسه باب. لك فت فيي هلا بباب خمسه باب وخمسه باب وكذا. وابي فوق الشجرة. شو اسمه؟ مين نزله؟ مين نزله؟ انا نزلته لابوي. انت نزلته؟ كان لو ما نزلته كان بعده هلا على الشجره. لك هذا فيلم لعبد الحليم حافظ نادي لطفي، تعمل لي اني نزلته اني ابوي منه عبد الحليم. لك هو الفيلم مثل فيه عبد الحليم الله يرحمه. ما مات؟ لك مات هو وكل اللي سميته. مين نادي لطفي؟ لك نادي لطفي يا عمي ابو رياض ولولو عباس. نعم. انت طالع شيء هلا قريبا على الضيعه؟ ايه ليش؟ شوفي لانه عم فكر صور لك اخر مشهد لك فوق بالضيعه بالفيلم؟ لانه بدنا مشهد ثلج عم بينزل. ايه ما هلا كنت بالضيعه انا. في سقعه؟ سقعه كثير. عم تبردوا بالضيعه؟ ايه عم تبردوا؟ والله برد كثير يا عمي ابو رياض قد ما بدك. عال تمام. ايه انت هلا هلا وقريبا عندك شيء؟ شيء مثل شو يعني مثلا؟ بنط انا وياك على مصر بدي اعرفك على عمك. عمي مين؟ يحيى شاهين. عمي يحيى شاهين؟ ايه. ومين كمان؟ ويوسف. ليه ما بيسألوني عنك؟ عم يسألوك عني يوسف. ايه؟ يحيى شاهين. لك الله يرحمه ما ماتوا. مات يحيى؟ لك يحيى مات. اللي معه مصاري مبلغ كبير؟ كتير. قديه؟ 15 جنيه و25 صاغ. 25 صاغ؟ ايه. شو هالمبلغ يعني الكبير؟ بوقتها كانوا يحكوا عباس. بوقتها؟ بوقتها كان فيك ب 15 جنيه تفوت شريك بسكة الحديد. لك عمي ابو رياض هلا بدك تبلشني بالفيلم ولا ما بدك تبلشني فيه؟ انا فيلم. أنا معك بالفيلم البطل. أنا فيلم. لك الفيلم اللي عم تحكيني عنه. أنا حكيتك عن فيلم. لك شو قصتك عمي ما توش الله يوفقك. أنا وش وش؟ يا وش وش؟ ما أنت قلت لي واقف على البلكون ولابس مايو وتلج. أنا ما قلت لك شيء. جاكي شان. شو اسمه؟ لك جاكي شان اللي أنت كاتب له أفلام. أنا ما بكتب أفلام عباس. لك قشاشين. هيدا حساسين. ما حساسين؟ لك هون اللي هن. ما شوف لي الحكيم وين صار؟ اي حكيم؟ ما جينا موعد مع الحكيم؟ لك جايين نفوت على السينما عمي ابو رياض. شو جايبنا على السينما عباس؟ لا لا انا لا. ما بعرف مثل. خشبش عمي سرب. انت خشبش. انا خشبش؟ انا عم خرف؟ تا بيس. لك اي بيس؟ تا لك هيدا اللي بيخرف بيقول تا بيس.